اسمع يا واد انت، الاخلاص دي مالكش دعوه بيها ابدا، ده احسن وحياه النبي ومن نبى النبي نبي افرج عليك الحته كلها. انا ايه الحكايه يا ام اخلاص؟ ما انتش عارف الحكايه يا سامر. اخلاص يا اخويا اللي انت لو رقبتها وطوي دماغها ما هياش من توبك يا حبيبي، دور على واحده زيك يا شاطر دي تتعلم في الجامعه. احنا برضه ولاد ناس يا ست ام اخلاص كده. طب انا هوريك بقى يا ابن الناس. انت مش عارف طلعت. اسمع اسكت اسكت يا معلم، انا هروح لامك بقى واشوف اخر بلاويكوا دي ايه. اوعى من ايدك، اوعى واخر قدامي، اوعى انت كمان. معلش يا سعمر، اصلها ولا شرانيه؟ معلش يا سعمر، زي والدتك برضه. هو انا عملت فيها حاجه؟ لا كفايه بقى يا است ام مسلم، هو احنا رميه؟ خلاص انتم احرار. انا جيت عشان اقول لك خلي ابنك يبعد عنا، بنتي هتتجوز المعلم زكي. عارفه مين المعلم زكي؟ ربنا يهنيهم ببعض يا ستي، مع السلامه. واللي هيتعرض لابنك بعد كده بقى المعلم زكي، وانت عارفه المعلم زكي كويس قوي. مع السلامه يا ستي. ده يالا تسلمكم. ما بقاش كمان الا اللبان. ماله اللبان؟ بس يا عمر ياما، ده افترا. ده افترا بقى، واحدة تتعلم في الجامعة تتجوز لبان؟ انت اتجننت يا واد. احنا بنحب بعض من صغرنا، ومفيش حد هيقدر يقف قدامنا، واذا كان على علام انا هنتسب في الجامعة. طيب يا اخويا ما دام هتناسب الجامعة عايز تناسبنا ليه بقى؟ حل عنا بقى يا اخي. عارف لو دست على طرفها بعد كده المعلم زكي هيتويك انت واهلك. كفايه بقى يا ست ام سليم، وتفضلي من غير ما ترد. بتطرديني يا ست ام مع عمر؟ مع السلامه يا ستي. ده هي لا تسلمكم انتوا الجوز. اللبان معلش. مالكش دعوه بالناس دول يا ابني. لكن انا بحب اخلاص يا اما. دوس على قلبك يا عمر، ده انت راجلنا يا ابني، احنا مش قدهم ولا قد المعلم زكي، وانت وراك يتامى يا حبيبي. ما هو اخلاص يستحيل تتجوز حد غيري كده يا عمر. اول مره في حياتك تخالفني يا ابني. معلش يا اما. عيني ما تخربش بيتنا يا عمر، بلاش اخلاص. بنات الناس كتير يا ابني، وانا من بكره هدور لك على واحدة بنت حلال زي إخلاص. عاوزين أتجوز حد تاني غير إخلاص يا أما؟ أرحب. استحيل. أرحب. إخلاص. عمر أنا متأسفة قوي على اللي عملته. أنت عرفت اللي حصل؟ عرفت، والحتة كلها زعلت. معلش يا إخلاص، ده برضه اسمها والدتك. وانا جاي هنا عشان اعتذر لوالدتك. اتفضلي، على اذنك. انا مش عارفه اقول لك ايه يا ست ام عمر، اصل امي دي عمايلها وحشه قوي. اسمعي يا اخلاص يا بنتي. نعم. اذا كنت بتحبي عمر صحيح ابعدي عنه. ابعد عنه؟ مش ممكن. ولما يأذيه المعلم زكي تستريحي يا اخلاص. الف بعد الشر عليه. هو ده اللي هيحصل يا بنتي. انت عارفه المعلم زكي كويس. ابوس ايديك يا اخلاص. كفايه يا بنتي اتحرمت من نور عيني، ما تحرمنيش من ابني اللي منور لي الدنيا. ابعد عنه؟ مش ممكن، مش ممكن ابعد عنه ابدا.